خلينا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع مع الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي، عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيكي معانا في برنامج التاسعة. مساء الخير عليكي وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني هذا التمثيل يا فندم تمثيل قوي، وإن كان يعكس شيء فهو يعكس بالفعل الإرادة السياسية لتمكين المرأة، ويعكس أيضا قدرة المرأة على العمل التنفيذي، وأنها بالفعل قدرت تحقق نجاحات على أرض الواقع. رؤية حضرتك يا فندم لهذا التمثيل النسائي في هذه الحقيبة الوزارية الجديدة؟ أنا بأجد أنه ثقة الرئيس في المرأة المصرية ده شيء رائع لمصر. يعني أنت عارفة مش للمرأة المصرية فقط، للوطن كله، لأنه الرئيس السيسي مدرك أن الملايين اللي طلعوا في ثورة يونيو اللي ربتهم هي المرأة المصرية. فلذلك كان من أول ما تولى هو القيادة بكل يوم بنشوف إعادة رد اعتبار للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي، و يعني تقديره لقدراتها كمان. يعني ممكن مثلا يعني ناخد الدكتوره مايا بورس، يعني هل ممكن يبقى فيه ولد اكثر منها؟ لا، يعني ممكن يبقى فيه زيها، لكن هي كمان ست يعني في المجال بتاعها ممتازه. الدكتوره هلا سعيد اللي بقت مستشاره الرئيس للشؤون الاقتصاديه، يعني احنا شفنا دي لما كانت في الوزاره كانت ازاي. واحنا بنتكلم على يا فندم العمل التنفيذي والعمل الميداني، يمكن كمان فكره اختيار عدد كبير من نواب المحافظين سيدات، ده بيتطلب مجهود كبير جدا. ما كناش بنشوف هذا الزخم في هذا المنصب تحديدا، لانه بيتطلب مجهود كبير جدا على ارض الواقع من السيدات ومن النساء. شايفة أنه هذا الزخم يا فندم الموجود لأي مدى هينعكس على الشارع المصري والمجتمع المصري؟ هينعكس على كل مصر كلها، وهينعكس بشكل إيجابي جدا، وهينعكس بشكل يزيح كل التخريف وكل الهبل اللي كان موجود في النظرة الدونية للمرأة، ويدع للمرأة يعني يعيد للمرأة مكانتها ووضعها في المجتمع. يعني النهارده حتى المرأة المعيلة الرئيس بيهتم بيها، لأنه المرأة اللي بتكسب بعرق جبينها لا تنحرف ولا يعني تبقى عندها عقد مثلا، ما تتعقدش. وتقدر تنشئ كمان مجتمع، يعني مجتمع ونشأ، تقدر يعني تربي نشأ حتى سوي نفسيا، يعني يقدر كمان هو ينتج أصلا، يبقى شخص منتج بالضبط. بشكل سوي يعني. بالظبط، برافو عليكي. وبعدين عايزه اذكر ان احنا كان عندنا ملكات يعني يبقى على شوفي مستوى العالم ايه من 5000 سنه. معقوله النهارده تبقى المراه المصريه كانت يعني اول الحضارات، الحضاره طبعا الحضاره المصريه اللي كانت فيها ملكات مصريات طبعا. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. صحيح، فاحنا ما كانش ينفع ان احنا تجي لنا ثقافات ظلاميه تخلينا نسيب ماضينا المشرق الجميل المبهر ده. وانا عايزه اقول لك ان انا بحب قوي بيت شعر للعظيم صلاح جاهين، يقول البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. طبعا فهو طبعا. ده اللي انا مؤمنه بيه، وده اللي بشوفه، وده اللي بتحقق منه في كل يوم في حياتي، واللي من اكثر يعني الاشراقات والنوافذ اللي جابت لي الامل هو ايمان الرئيس السيسي بدور المراه، وبين المراه البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. الحقيقة أنا سعيدة جدا بمداخلة حضرتك الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي عضو مجلس النواب. شكرا يا فندم على هذه المداخلة.